اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. Today ان شاء الله we are going to start unit 2 lesson 1 which is entitled relation between two straight lines and geometric constructions. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر من الدروس المهمه جدا واللي هتستمر معاك السنوات القادمه. طيب كلمه relation يعني علاقه. Between two straight lines يعني ما بين خطين، الخطين دول عبارة عن straight lines. احنا عارفين ان الخطوط ممكن تبقى straight lines، ممكن تبقى line segment، ممكن تبقى rays. لا احنا هنا هنتكلم على relation ما بين two straight lines. والgeometric constructions في بعض الرسومات البسيطة جدا اللي لازم تبقى عارف ترسمها ازاي بسهولة من غير ما تتلخبط. طيب تعالوا نبدأ مع بعضنا الليسون ونتكلم عن الريليشن between the straight lines. لو انا عندي two straight lines هتلاقي ان ليهم ثلاث صور فقط ممكن تلاقيهم ايه على الصور دي. اول صورة عندي اللي هي ال intersecting زي ما انتم شايفين كده، في straight line اهو و straight line اهو، الاثنين معمل لهم intersection يعني داخلين في بعض. اوكي؟ طيب تاني صورة عندي ال perpendicular. ال perpendicular هي حالة خاصة من الانترسكتنج بس بتكون كل الانجلز عبارة عن رايت انجلز، يعني هم الاتنين دول عاملين زي علامة الايه، زي علامة البلس. طيب تالت صورة عندي اللي هي البارلل. البارلل لاينز بتلاقي ان الخطين ماشيين جنب بعض بالظبط وما ينفعش ابدا يحصل لهم انترسكشن في بوينت، يعني ما ينفعش يخشوا في بعض خالص. هما دول التلات حالات اللي انت لازم تبقى انت عارفهم، وممكن يقولك في الكومبليت يقولك الريليشن بتوين الستريت لاينز نقط ونقط ونقط. لازم تبقى انت عارف ان ممكن اكتب الانترسكتنج لاينز، البربنديكولار لاينز، والبارلل ايه لاينز. طيب تعالوا مع بعضينا كده ندرسهم واحده واحده ونشوف ازاي بنتكلم او بنكتبهم، لان الحاجات دي مهمه قوي تبقى انت عارف تكتبها ازاي. اول حاجه الانترسكتنج straight lines. عندي زي ما انتم شايفين في الصورة كده عندي straight line اسمه ايه؟ اسمه AB. اي لاين عندي عشان اديله اسم اختار اي two points عليه ويبقى اسمه عبارة عن two points دول. يبقى انا عندي لاين اهو اسمه AB. طيب ممكن يا مستر نقول عليه AM؟ اه ممكن. ممكن نقول عليه MB؟ اه ممكن، مفيش مشكلة خالص، اي two points عليه. اللاين الثاني اسمه ايه؟ اسمه سي دي. ادي لاين وادي لاين، الاثنين معمول لهم انترسكشن في بوينت. يعني ايه انترسكشن؟ يعني متقاطعين، قطعوا بعض، قطعوا بعض في نقطه اسمها ايه؟ اسمها ام، بنسميها الانترسكشن بوينت. المسميات دي لازم تبقى انت عارفها كويس. يبقى انا عندي اطلع من الرسمه دي بايه؟ اطلع ان انا عندي ستريت لاين اسمه اي بي. اكتبه ازاي؟ اكتبه كده، اعمل ايه بي واعمل كده كده اي بي ستريت لاين. طب السي دي ستريت لاين اكتبه ازاي؟ اكتبه كده سي دي واعمل عليه فوق علامه الايه، علامه الستريت لاين. يبقى انا عندي الاي بي والسي دي بنسميهم الانترسكتنج لاينز، البوينت ام بنسميها الانترسكشن بوينت، وبنقول ان الاي بي انترسكتس السي دي ات بوينت ام. يطلع ايه من الانترسكشن ده؟ يطلع عندي four angles. ادي angle وادي another angle وادي angle تانية اهي وادي angle تانية اهي. الانجل دي والانجل دي الاتنين acute. acute يعني ايه؟ يعني less than 90 degrees. طب والاتنين دول، الاتنين دول obtuse. يعني ايه؟ يعني greater than 90 degrees. يبقى لما اجي اقول لك التو انترسكتنج ستريت لاينز بيعملوا معاك كام انجل؟ تقول لي بيعملوا معايا فور انجلز، اتنين منهم اكيوت اللي هي الانجل دي والانجل دي، واتنين منهم اوبتيوز اللي هي الانجل دي والانجل ايه؟ والانجل دي. طب الانجل دي اسمها ايه؟ اسمها اي ام سي. طب والانجل دي اسمها ايه؟ اسمها بي ام سي. والانجل دي بي ام دي، والانجل دي اسمها ايه؟ اي ام دي.
ايه الحاله اللي بعد كده؟ الحاله اللي بعد كده البربنديكولار ستريت لاينز. كلمه بربنديكولار يعني زي ما انت شايف كده، الاثنين عاملين بلس، بيعملوا معاك فور انجلز. الفور انجلز دول بيبقى كلهم رايت، يعني دي كده 90 ديجريز ودي 90 ديجريز ودي 90 ديجريز ودي كده 90 ديجريز. ليهم اسم تاني غير كلمه بربنديكولار؟ ليهم اسم تاني اسمه اورثوجونال، اورثوجونال لاينز. بس كلمه اورثوجونال ما بتتقالش كتير، يعني دايما تبقى انت عارف اكتر كلمه بربنديكولار. طيب لما بنيجي نعبر عنهم، بنعبر عنهم بقى ازاي؟ بنكتبها ازاي بالجيومتري؟ بكتبها بالمنظر ده، بكتب كده اي بي ستريت لاين ماله بربنديكولار على سي دي ستريت لاين. يعني اول ما تشوف السيمبل ده تفهم ان التو لاينز داخلين في بعض ايه بالمنظر ده، تمام؟ يبقى انا عندي التو لاينز دول بنسميهم بربنديكولار لاينز، بيكونوا لي فور انجلز، اربع زوايا كل انجل منهم 90. طيب تعالوا نشوف بعض الامثله على البربنديكولار لاينز. اول اكزامبل عندي السيت سكوير بتاعك او التريانجل بتاعك او المثلث بتاعك. المثلث بتاعك هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان اللاين ده واللاين ده او السايد ده والسايد ده الاثنين مالهم؟ الاثنين بربنديكولار. طيب الكتاب، الكتاب بتاعك الادج دي كده ادج ودي كده ادج، الادج دي والادج دي الاثنين مالهم؟ الاثنين بربنديكولار. طيب الباب، اي باب عندك في الشقة بتلاحظ ايه؟ بتلاحظ ان السايد ده والسايد ده الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول بيربنديكولار. الصوره الثالثه اللي عندنا اللي هي البارلل ستريت لاينز. كلمه بارلل زي ما انتم شايفين يعني بالمنظر ده، الاثنين ماشيين جنب بعض، ما ينفعش ابدا يحصل لهم انترسكشن، ما يخشوش في بعض ابدا، بنسميهم متوازيين. يعني الاثنين ماشيين مع بعض متوازيين، يعني ده جنب ده. اهم حاجه تعرفها هنا they have no points in common، ما لهمش اي نقط مشتركه ما بين ده وما بين ده، and they will never intersect، عمرهم ابدا ما هيحصل لهم ايه intersection. طب نكتب المنظر ده ازاي؟ نكتبه كده، نقول AB straight line، بنعمل بقى المنظر ده الاثنين جنب بعض كده CD ستريت لاين. اول ما تشوف المنظر ده تفهم ايه؟ تفهم ان عندي لاين اسمه اي بي ولاين عندي اسمه سي دي، والاثنين الاثنين بارلل، الاثنين ماشيين جنب بعض. طب هل في امثله للبارلل لاينز في حياتنا؟ في عندي مجموعه امثله اهي. المسطره بتاعتك، المسطره بتاعتك لو انت شفت السايد ده وشفت السايد ده تلاقي ان الاثنين دول بارلل، عمرهم ما يخشوا في بعض ابدا. برضك الكتاب، الادج دي من الكتاب والادج دي من الكتاب، الاثنين دول ايه؟ بارلل، لكن الادج دي ودي بربنديكولار. طيب الترين تراكس ده اشهر مثال ممكن تاخد بالك منه، اللي هو القضيب بتاع القطر. بتلاقي ايه؟ بتلاقي كده قضيبين جنب بعض ماشيين جنب بعض على طول، عمرهم ما يخشوا في بعض ابدا، دول بنسميهم ايه؟ بارلل لاينز. يبقى لازم تحفظ عندي حاجه اسمها انترسكتنج لاينز، في عندي بربنديكولار لاينز، وعندي بارلل لاينز. تعالوا مع بعضينا نشوف الجزئية بتاعت الجيومتريك كونستراكشنز، اللي هي بعض الرسومات البسيطة اللي هنتعلم مع بعضينا ازاي نعملها. طيب اول حاجة عندي بيقول لي drawing a perpendicular to a straight line from a given point، يعني ازاي نعمل بربنديكولار على straight line من ايه؟ من نقطة. اول جزئية عندنا ان احنا نعمل drawing لبربنديكولار to a straight line from a point on it. يعني زي ما انتم شايفين كده في عندي AB straight line اسمه AB. دايما بنحب نسمي الستريت لاين بالنقط البعيدة اللي في الاخر، يعني الستريت لاين ده نقول عليه AC ولا AB؟ الاتنين ينفع، ينفع اقول ده وينفع اقول ده، بس احنا دايما بنحب نقول النقط البعيدة خالص، يعني اقول الA لان هي ابعد نقطة على الشمال والبي ابعد نقطة على الايه؟ على اليمين. بنجيب دايما النقط البعيدة، فبنسمي الستريت لاين ده اي بي ستريت لاين. عايزين نعمل ايه؟ عايزين من عند النقطة سي دي نعمل بربنديكولار كده. اعمله ازاي؟ هنستعمل السيت سكوير او التريانجل بتاعك او المثلث بتاعك.
باجي كده عند البوينت سي، احط المسطره بتاعتي هنا وهوريك ازاي، وبعد كده تحط التريانجل. لازم تثبت السايد ده بتاع المثلث على الايه، على المسطره، عشان يرسم ده مظبوط لازم السايد ده والخط يكونوا على بعض بالظبط. وتاخد بالك ان سن القلم ممكن يكون تخين، يعني دي هاتها قبلها سنه عشان لما تيجي تعمل الخط يجي على النقطه بالظبط. بعد ما تحط سيت سكوير كده بالقلم بتاعك بتعمل اللاين ده، يبقى هو اللاين ده بيربنديكولار على مين؟ على الستريت لاين ده. تعالوا نشوف مع بعضنا هنعملها ازاي. اول حاجه هنرسم الستريت لاين اي بي، ادي البوينت اي وادي البوينت بي، وادي كده رسمنا اللاين عندي اي بي، وهنحط البوينت سي دلوقتي، وادي البوينت سي. تعالوا نشوف بقى الوضع ازاي، هنحط الرولر بتاعتك ومعها التريانجل او السيت سكوير، ازاي هنحط المسطره بتاعتنا والمثلث، هنحطها كده بالظبط. تحط المسطره بتاعتك هنا كده، وتجيب المثلث بتاعك هنا كده. لو انت اشول هتجيبه كده، لو انت بتستعمل ايدك اليمين تقلب دي الناحيه الثانيه، بحيث ان ايه تعملها بايدك اليمين، يعني زي ما شفناها من شويه. بعد لما احط المسطره كده والتريانجل كده اعمل ايه؟ بالقلم بتاعي اخد خط كده صغير ايه؟ هنا كده. اخد خط صغير كده. وبعد كده اجيب الرولر بتاعتي بالمسطره بتاعتي اوصل ما بين اللاين ده والايه؟ والنقطه دي. ويبقى احنا كده رسمنا بيربنديكولار لاين على مين؟ على الاي بي. في نقطة مهمة جدا، بعد لما بنعمل البيربنديكولار لاين لازم نوضح السيمبل بتاع الرايت انجل، يعني لازم نعمل كده. عشان أوضح إن أنا إيه؟ اللاين ده بيربنديكولار على مين؟ على ده. لأن السيمبل ده يعني إيه؟ السيمبل ده يعني 90 ديجريز. تاني اكتيفيتي عندي اللي هي drawing a perpendicular to a straight line from a point outside it. يعني البوينت عندي سي المره دي مش موجوده على اللاين، موجوده ايه؟ بعيد عن اللاين. طب نعمل ايه؟ نفس اللي عملناه المره اللي فاتت هنعمل زيه بالظبط. هنيجي بالتريانجل بتاعي اقف بالبيز بتاعته على اللاين، واخلي السايد ده يجي عند مين؟ عند البوينت سي. وبعد كده بالقلم بتاعي اوصل من اول البوينت سي لحد ما انزل فين؟ لحد ما انزل على اللاين. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكتيفيتي الثانيه اللي هي drawing a straight line parallel to a given straight line from a point outside it. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي straight line اهو اسمه AB، انا عايز من عند البوينت سي دي اعمل straight line parallel لمين؟ لده. لازم نعرف ازاي نستعمل الرولر والتريانجل بتاعنا في ان انا اعمل الرسمه دي. بنعملها ازاي؟ بنعملها كده. اول حاجه السايد بتاع التريانجل الكبير، السايد الكبير احطه على مين؟ احطه على اللاين ده كده اهو زي ما انتم شايفين، والسايد الصغير احطه على المسطره، لان انا هاجي امشي بعد كده التريانجل ده كده على ايه؟ على المسطره دي. يبقى ناخد بالنا من حاجتين، السايد الكبير يكون ايه؟ على اللاين ده، والسايد الصغير على ايه؟ على المسطره بتاعتي. بعد كده اعمل ايه؟ امشي بالتريانجل كده، امشي بيه لحد ما يبقى السايد الكبير عند البوينت سي. وبعد كده اعمل ايه؟ اشيل المسطره خالص واجي بالقلم واعمل ايه؟ اعمل لاين هنا كده. اهي اعمل لاين هنا كده واحط نقطه هنا اسمها دي، عشان اقول ان اسمه سي ايه؟ سي دي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعضين. ادي البوينت A وادي البوينت B، وكده ادي اللاين AB وادي البوينت C. تعالوا نشوف بقى هنحط ازاي الترينجل والرولر بتاعتنا بالمنظر ده بالظبط كده. هنحط الترينجل بتاعنا السايد الكبير على اللاين بتاعنا اللي موجود اصلا، والمسطره بتاعتي احطها هنا كده اهي على البيزل A الصغير، عشان الترينجل ده هيمشي عليها. وخد بالك وانت بتمشي التريانجل لازم تكون مثبت ايدك قوي على المسطره عشان ما تتحركش منك تحت او فوق، يعني وانا بمشي ده بايدي اكون مثبت ايدي قوي على المسطره. واول ما اوصل لهنا ممكن اشيل ايدي بقى ايه؟ اول ما اوصل بالتريانجل ده على البوينت دي ممكن اشيل المسطره خالص مش مشكله، واثبت ايدي على التريانجل عشان لما اجي ارسم اللاين ده التريانجل ما يتحركش معايا.
وبيبقى هو ده اللاين اللي مطلوب مني ان انا ايه اعمله، بيبقى ده بارل لده تماما، ماشي جنبه بالظبط، ما ينفعش يحصل لهم انترسكشن ابدا. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 7. اكسرسايز مهم جدا هيخليك تفهم الريليشن بتوين الايه التو ستريت لاينز. اول حاجه بيقول لي ايه، بيقول لي رايت اكتب انترسكتنج اند بيربنديكولار، انترسكتنج اند نوت بيربنديكولار اور بارالل. احنا اتفقنا ان الانترسكشن بتاع اي تو ستريت لاينز يا اما يكونوا انترسكتنج وبيربنديكولار يا اما انترسكتنج ونوت بيربنديكولار. نيجي نبص على التو لاينز دول، التو لاينز دول انت شايف ايه؟ شايف ان هم عاملين فور انجلز، اتنين صغيرين واتنين كبار، يبقى دول حصل لهم انترسكشن اند نوت بيربنديكولار. يبقى دول هنا نكتب انترسكتنج اند نوت بيربنديكولار. طيب نيجي نشوف التو لاينز دول، زي ما انت شايفهم جنب بعض، ما ينفعش يخشوا في بعض ابدا، ده ماشي كده وده ماشي جنبه، يبقى الاثنين دول اسمهم ايه؟ اسمهم بارلل. طيب نيجي هنا عندي واحد كده والتاني عليه، ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان الانجل دي قد الانجل دي قد الانجل دي قد الانجل دي، كل واحده من دول عامله لك 90 ديجريز. يبقى التو ستريت لاينز دول مالهم؟ دول انترسكتنج اند بيربنديكولار. نيجي اللي بعد كده، تعال بص للتو لاينز دول، التو لاينز دول هم باينين ان هم ما فيش فيهم انترسكشن خالص، بس انت عارف ان ده ستريت لاين، يعني ماشي كده هيطول معاك، يعني ده ممكن يطول معايا كده وده ممكن يطول معايا كده، يبقى هيحصل لهم انترسكشن. يبقى بالرغم ان هي الرسمه جايه لك ما فيش فيها انترسكشن، لكن الستريت لاين انت عارف ان هو طويل، ممكن يمشي معاك كده، ممكن يمشي معاك كده يطول، وممكن يمشي معاك ايه؟ يمشي معاك كده. يبقى واضح ان الاثنين دول ايه؟ دول انترسكتنج and not perpendicular. طب نيجي هنا، ادي ستريت لاين وادي ستريت لاين، هما جايين لك في الرسمه مش معمول لهم انترسكشن، بس الستريت لاين ده لو انت كملت بيه كده هيحصل انترسكشن مع الستريت لاين في البوينت دي، لما تيجي تبص تحس ان هما ايه؟ هما الاثنين بيربنديكولار، عاملين زي ايه؟ علامه الايه؟ علامه البلس. يبقى التو ستريت لاينز دول مالهم؟ دول انترسكتنج اند بيربنديكولار. نيجي نشوف التو لاينز دول، التو لاينز دول زي ما انتم شايفين عاملين زي شريط القطر، ما ينفعش يحصل لهم انترسكشن ابدا، ولو كملت ده لفوق كده ونزلت بده كده وكملت بده كده وده كده بردك مش هيحصل لهم انترسكشن. يبقى التو لاينز ار ايه؟ ار بارلل. نيجي نشوف اكسرسايز 2، بيقول لي رايت ذا ريليشن بتوين ذا تو ستريت لاينز اندر ايتش فيجر. الاثنين دول مالهم؟ دول معمول لهم انترسكشن. دول انترسكتنج، طب دول بيربنديكولار. طب دول خد بالك ده كده هيطول معاك هنا كده وده هيطول معاك هنا كده، هيحصل لهم انترسكشن هنا، يبقى دول انترسكتنج. طب هنا بارلل سهله، طب هنا لو طولنا ده كده هيمشي هنا كده وده يجي هنا كده، يحصل لهم انترسكشن فين؟
في بوينت كده، يبقى ده انترسكتنج. طب بالنسبة لدول واضح ان انا لو كملت ده كده يبقى هما الاتنين ايه؟ بيربنديكولار. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 3، بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر بتوين براكتس، اختار الايه؟ الاجابه الصحيحه. اني تو ستريت لاينز، اي تو ستريت لاينز ذات نيفر انترسكت، اللي عمرهم ما يتقابلوا مع بعض ابدا او يتقاطعوا ابدا، ار كولد ايه؟ تمام، البارلل، ار كولد بارلل ستريت لاينز. طيب any two lines that intersect، حصل لهم intersection at a point، عند ايه؟ عند نقطة. and make four right angles، وحصل ان هما كونوا لي اربع زوايا four angles كل واحدة منهم right، يبقى دول اسمهم ايه؟ دول اسمهم perpendicular straight lines. نيجي اللي بعد كده، the two intersecting lines intersect at كام point؟ 1 point ولا 2 points ولا 0 points؟ طبعا 1 point. any two parallel lines intersect at 2 points ولا 0 ولا 1؟ احنا عارفين ان البارلل لاينز عمرهم ما بيتقاطعوا، عمرهم ما بيحصل لهم intersection، وبالتالي at 0 points، ما عنديش points بيحصل لهم intersection فيها. طيب التو intersecting lines make how many angles؟ لما بيحصل intersection لتو لاينز بيكونوا كام انجل؟ مهم جدا، 4. اللي بعد كده، if one angle at the intersection point of the two lines is acute angle then the two lines are called ايه؟ دي اللي انا شرحتها لك في الليسون. لو قلت لك حصل intersection لتو لاين، لو هما intersection بس مش perpendicular، بيعمل لك two acute angles، اتنين acute angles واتنين obtuse angles. يعني طالما شفت كلمة acute angle دي يبقى هما الاتنين لازم يبقى intersecting and not perpendicular. هنا if one angle at the intersection point of the two lines is right then the two lines are called ايه؟ تمام، طالما في واحدة رايت يبقى اكيد الاربعة هيبقوا رايت، يبقى التو لاينز مالهم؟ بيربنديكولار. اللي بعديها، if one angle at the intersection point of the two lines is obtuse angle، يبقى التو لاينز مالهم؟ احنا اتفقنا لما بيحصل intersection كده بيديني اتنين acute واتنين obtuse، يبقى لو شفت كلمة acute أو شفت obtuse يبقى لازم intersecting and not perpendicular. طيب نيجي اللي بعد كده، بيقول لي draw a perpendicular to xy from the point M in each of the following. طبعا دي سهلة، احنا هنيجي بالتريانجل بتاعنا، هنقف بالبيس بتاعتنا هنا ونطلع بالسايد ده من أول البوينت ايه؟ M، يبقى هو ده هيبقى perpendicular على ايه؟ على ال xy. وهنا برضو اجيب الترينجل بتاعي اقف بالبيز هنا، والصايد الكبير اخليه اوله عند الام كده واطلع بيه لفوق، يبقى دي برضك ايه؟ رايت انجل. وكذلك برضو هنا اقف بيه بالعكس، اخلي البيز بتاعته هنا والصايد بتاعه هنا كده واطلع بالايه؟ باللاين ده كده. اعملوا الحاجات دي ايه؟ اعملوها هوم ورك. اكسرسايز 5 بيقول لي درو بيربنديكولار لاين فروم ذا بوينت A تو ايتش اوف ذا جيفن ستريت لاينز. برضك ندرب نفسينا على المسائل دي، هتيجي بالتريانجل بتاعك تقف هنا بالبيس بتاعته وبالسايد بتاعه الكبير تخليه عند البوينت A وتنزل باللاين ده كده. يبقى دي هنخلي الحاجات دي هوم ورك، هنخلي A وB وC هوم ورك. الحاجات دي سهله جدا، لازم تدرب نفسك ازاي تعملها. اكسرسايز 6 بيقول لي درو ا ستريت لاين بارلل تو ذا ستريت لاين L فروم ذا جيفن بوينت. طيب هنمسك واحده واحده كده ونشوف هنعملهم ازاي. نرسم مع بعضينا اللاين L، ادي اللاين L وادي البوينت N. تعالوا نشوف هنحط بقى ازاي المسطره بتاعتنا والتريانجل. المفروض السايد الكبير بتاع المثلث بتاعك يبقى على اللاين L، زي ما انت شايف اهو السايد الكبير على ايه؟
على اللاين ال اللي انت عايز ترسم بارلل لي، والمسطره بتاعتنا بنحطها على الايه، على القاعده، على القاعده بتاعه المثلث، وتثبت المسطره قوي عشان لما تمشي بالمثلث يمشي معاك من غير ما يطلع فوق او تحت. بعد ما بوصل هنا اشيل المسطره خالص واثبت المثلث كويس واخد الخط. يبقى هو ده اللاين اللي بارل اليمين لللاين ده. نيجي نشوف اللي بعديها، ادي اللاين ال وادي البوينت ان. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. ادي اللاين ال وادي البوينت ان. تعالوا نشوف بقى هنحط المثلث بتاعنا ازاي. السايد الكبير على مين؟ على اللاين ده، والمسطره بتاعتنا تتحط كده على السايد الصغير عشان هنحرك المثلث عليها لحد ما نوصل بالسايد الكبير لحد النقطه دي، او زي ما انتم شايفين كده. حطيت السايد الكبير بتاع المثلث على اللاين والمسطره على السايد ايه الصغير. اثبت المسطره كويس قوي عشان لما امشي بالمثلث يمين كده ما يتحركش معايا فوق او تحت. بعد لما وصلت المثلث للنقطه بتاعتنا اخد الايه الخط بتاعي. نيجي نشوف اللي بعد كده. تعال نشوف المنظر ده نعمله ازاي، نعمل ازاي بارلل اللاين ده من عند الان. ادي اللاين ال وادي البوينت ان زي الرسمه بالظبط بتاعتنا. تعال نشوف هنحط المثلث والمسطره ازاي. زي ما انتم شايفين اهو، السايد الكبير على اللاين والمسطره بتاعتي تحت، وامشي احرك المثلث بتاعي كده على المسطره لحد ما يوصل السايد ده للبوينت ان. وبعد كده اشيل المسطره خالص واثبت ايدي كويس على المثلث واخد الخط بتاعي. بروبلم 7 بيقول لي درو بيربنديكولار فروم ذا بوينت اكس، من البوينت اكس دي عايزين ننزل بيربنديكولار كده اون ذا جيفن ستريت لاين واي زد زين كومبليت. بيقول لي اف او از ذا بوينت اوف انترسكشن اوف ذا درون بيربنديكولار، يعني او ديت البوينت بتاعت الانترسكشن ما بين البربنديكولار والايه والستريت لاين. زين عايز حبه ميجرمنتس كده. طب انا لما انزل بدي كده هنزل بيها ازاي؟ هنزل بيها كده، هيبقى عندي ده كده ايه بربنديكولار كده اهو. دي اسمها ايه؟ دي هيبقى اسمها او. طبعا احنا هنيجي بالتريانجل بتاعنا نحط البيز الصغيره هنا والبيز الكبيره احركها لحد ما اوصل البوينت اكس، وبعد كده انزل لحد الايه ال y z. طب نيجي نشوف، هو بيقول لي x o y، ادي ال x o y. انا عارف ان دي رايت يعني 90 degrees بتيكوال الميجر اوف انجل a. طالما كاتب لك ميجر اوف انجل a مطلوب مني اكتب اسم انجل. ال x o y ادي مين؟ ادي دي. طب دي اسمها ايه؟ اسمها x o z. يبقى هنكتب x o زد. طب انت شايف هنا الدايره الصغيره دي، يعني عايز اعرف دول كام ديجريز؟ الاثنين طبعا 90 ايه 90 ديجريز. تعال نشوف اللي بعد كده. بيقول لي درو اي بي لاين سيجمنت وير اي بي 7 سنتيمتر. بيقول لي بوت سي اون اي بي وير اي سي ايكوال 4 اند فروم سي درو السي دي راي، من النقطه سي نرسم السي دي راي بيربنديكولار على الاي بي. تعالوا نرسمها مع بعضينا. هنرسم الاي بي لاين سيجمنت، ادي الاي وادي البي، نوصلهم ببعض وناخدهم 7 سنتيمتر بالظبط. هناخد البوينت سي تبعد عن البوينت اي 4 سنتيمتر كده، 4 بالظبط اهي 4 اهي. وبعد كده نيجي بالتريانجل بتاعنا اهو، نحط المسطره على اللاين ونحط البيز على المسطره، والسايد الكبير اول ما يجي عند البوينت سي او واخد ايه اخد خط كده. يبقى هو ده الايه، هو ده البربنديكولار عندي على الايه بي. نيجي نشوف اكسرسايز 9. بيقول لي درو اي بي لاين سيجمنت وير اي بي 6 سنتيمتر، فروم بي درو بي سي راي بربنديكولار اي بي. يعني بعد ما ارسمها كده اعمل بربنديكولار من البوينت بي. هو بي سي ايكوال 4،
وبعد كده من عند البوينت سي درو السي دي راي بيربنديكولار اي بي، والسي دي بيكون 6، وبعد كده اقفل الاي دي. وطالب عايز اللينس اوف الاي دي، وعايز النيم اوف ذا فيجر، وعايز البارامتر اوف ذا فيجر. تعال نشوف هنعملها ازاي مع بعض. هنعمل اول حاجه الاي بي 6 سنتيمتر. ادي اي بي من اول الطول لحد الايد 6 سنتيمتر. وبعد كده هنيجي نعمل بيربنديكولار، يعني هحط المسطره بتاعتي كده واحط المثلث كده واخد البيربنديكولار عند البي، بس اللاين اللي اخده اخده 4 سنتيمتر من اول البي. دي كلها كده 6 سنتيمتر اهو. هنعمل البيربنديكولار عند البي، يبقى اعمل المسطره بالمنظر ده كده واحط عليها الايه المثلث بتاعي بالمنظر ده كده، واخد اللاين من اول ايه ال 4 سنتيمتر لحد الايه لحد هنا. يبقى دي البوينت، وصلنا لحد البوينت سي، ويبقى المسافه من اول السي لحد البي 4 سنتيمتر. بعد كده هنعمل بقى البارلل من اول السي، هنعمل سي دي بارلل اي بي. كنا بنعمل ازاي البارلل؟ كنا بنجيب السايد الكبير بتاع الترينجل وقف بيه هنا، والرولر بتاعتي على البيز بتاعته، وحرك الترينجل لحد ما اوصل بالسايد الكبير لحد هنا. يعني هقف كده بالظبط السايد الكبير اهو على الاي بي، واحط المسطره بتاعتي ايه عليه عشان هحرك الترينجل في الاتجاه ده. همشي كده، اول ما امشي واقف لحد السي اخد الخط بتاعي. هاخده قد ايه بقى؟ هاخده 6 سنتيمتر، ان هو قال لي 6. يبقى هي دي البوينت ايه؟ البوينت دي. وبعد كده اقفل ايه؟ اقفل الاي دي. هو كان طالب مني بعض المطالب، اول حاجه اللينس اوف الاي دي، يبقى اللينس اوف اي دي هي ايكوال معايا، لما هتيجي نقيس دي بالرولر بتاعتنا هنلاقيها 4 سنتيمتر. طيب تاني حاجه عايز النيم اوف ذا فيجر، النيم اوف ذا فيجر، الفيجر اسمه ايه؟ اي بي سي دي. ده اسمه ايه ده؟ ده ريكتانجل. ليه ريكتانجل؟ عشان السايد ده قد السايد ده 4، والسايد ده قد السايد ده 6. طالما كل تو سايز قدام بعض قد بعض لكن مش سكوير، يبقى ده ايه؟ ده ريكتانجل. طيب عايز ايه بعد كده؟ عايز البريمتر. يبقى ذا بريمتر اوف ذا فيجر A B C D equal. البريمتر يعني ايه؟ يعني اللينس ده بلس اللينس ده بلس اللينس ده بلس اللينس ده. ال A B كام؟ ال A B 6 بلس دي كام؟ دي 4 بلس دي كام؟ دي 6 بلس دي جبناها كام؟ دي 4. هي ايكوال معايا 20 سنتيمتر. اكسرسايز 10 بيقول لي سيركل the letters which have parallel lines as in the example. طيب هنا الام فيها parallel lines؟ السايد ده والسايد ده. طب الاي فيها parallel lines؟ لا ما فيهاش. طب الاف فيها؟ فيها، اللي هو السايد ده كده مع مين؟ مع السايد ده. يبقى نعمل سيركل الراوند الاف. الار نيجي نبص على الار، اوعى تقول لي ده وده، لان الار المفروض ان دي سيركل، المفروض تبقى كده تبقى سيركل. طيب الان في السايد ده والسايد ده. الزد في ده وده طبعا. الاو لا، والاتش طبعا سهله جدا فيها اتنين بارل ايه بارل لاينز. طيب يقول لي اندرلاين ذا ديجيتس ويتش هاف بيربنديكولار لاينز. فين الديجيت اللي فيها بيربنديكولار؟ ال7 فيها؟ ما فيهاش. ال8 ما فيهاش. ال1 ما فيش. ال5 فيها اهو، ده كده مع ده كده. التو ما فيهاش. الفور فيها، ده كده اهو مع ده كده، دول بيربنديكولار. الثري ما فيهاش، والناين ما فيهاش.
طيب نيجي اكسرسايز 12، يقول لي write the colors of each pair of parallel lines in which of the following. يعني البارلل اكتب الكالرز بتاعته. مين هنا البارلل؟ عندي البلو والجرين. طيب مين هنا البارلل؟ البارلل البلو والريد، ان هم دول البارلل، ده بربنديكولار عليهم هم الاثنين. طب نيجي هنا، مين هنا البارلل؟ لما تبص بعينك تلاقي ان البارلل البلو ومين والريد، هم دول مش داخلين في بعض خالص. طيب نيجي هنا، مين البارلل؟ واضح ان هو البلاك والايه والجرين. اكسرسايز 13 بيقول لي write the colors of each pair of perpendicular lines in each of the following. يعني البربنديكولار لاينز نكتب الكالرز بتاعتها. انا عندي هنا مين اللاينز البربنديكولار؟ واضح ان هو ده وده، يبقى الريد والبلاك. طيب هنا مين البربنديكولار؟ هو هنا مش موضح لك الانترسكشن، لكن انت عارف ان اللاين ده لو انا طولته كده هيبقى ايه؟ بربنديكولار عليه. لكن ده لا، ده جاي بزاويه، جاي بانجل، مش رايت خالص. يبقى التو لاينز عندي هنا مين ومين؟ الريد والبلو. طيب نيجي نشوف هنا مين التو لاينز البربنديكولار؟ واضح ان هي الجرين والريد. طب هنا ده وده بارلل، بص كده، بص البلو وبص الجرين عاملين رايت اهو. يبقى هنا البلو والجرين. نيجي نشوف مع بعضينا بقى اكسرسايز 14، ودي بدايه بقى الاكسرسايزز اللي بتجي لك فين في الامتحانات. الاكسرسايز دي مهمه قوي، لازم تبقى انت عارف العلامه دي، السيمبل ده بتاع البارلل والسيمبل ده بتاع البربنديكولار. بيقول لك في الشكل اللي قدامك ده كومبليت يوزنج السيمبل ده او السيمبل ده. اي بي ستريت لاين، ايه علاقته بالسي دي ستريت لاين؟ تعال نشوف فين الاي بي اهو، فين السي دي اهو، مش داخلين في بعض خالص. يبقى الاثنين دول ايه؟ الاثنين دول بارلل. طيب تعال نشوف ده السي بي، فين السي بي اهو، فين السي دي؟ ايه علاقته بالسي دي؟ السي دي اهو. لما تيجي تبص ده وده، بص عاملين ايه؟ عاملين انجل ايه؟ رايت. يبقى الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول بيربنديكولار. طب تعال نشوف الاي بي، ايه علاقته بالبي سي؟ ادي الاي بي، فين البي سي؟ البي سي اهو. ايه العلاقه؟ معمول لهم انترسكشن في البوينت اللي اسمها بي. طب والانجل؟ الانجل رايت. يبقى واضح ان الاثنين دول ايه؟ بيربنديكولار. نيجي نشوف اكسرسايز 15، وده من الاكسرسايزز المهمه قوي يا جماعه. هنا بقى دخلنا في الحاجات المهمه، عايزنا نكمل النقط ديت ونعمل نحط السيمبل يا اما بارلل يا اما ايه؟ بيربنديكولار. نشوف العلاقه ما بين اللاين ده واللاين ده. طيب تعال نشوف، بيقول لي ايه العلاقه ما بين الاي سي ستريت لاين والاي بي ستريت لاين؟ فين الاي سي؟ ادي الاي سي اهو. طب فين الاي بي؟ ادي الاي بي اهو. مالهم؟ فيهم معمول لهم انترسكشن؟ اه، نفس البوينت هنا، ادي ايه وادي ايه، يعني في بوينت موجوده في الاثنين اسمها ايه. طب ده عامل ازاي؟ ده جاي كده وده جاي كده، في بينهم انجل ايه؟ انجل رايت اهي. يعني ده كده المفروض ان هو بيربنديكولار على مين؟ على ده. طب تعالى نشوف اي اي ستريت لاين. اي اي لما يقول لك اي اي، عينك ما تجيش هنا بس، عينك تيجي على ده كله، يعني تزود من بعد الاي كده وتزود من بعد الاي كده. يبقى كل ده، ده ايه علاقته بالبي سي؟ ادي البي سي، كل ده مع كل ده، واضح ان هم ايه؟ بارلل. طيب البي اتش، فين البي اتش؟ ادي البي اتش. ما تبصش بقى الحته الصغيره دي، لا بص عليه كله. البي اتش ايه علاقته بالاي بي؟ ادي الاي بي اهي، واضح ان الاثنين ايه؟ بيربنديكولار. طب الاي دي، ادي الاي دي، والسي بي، وادي السي بي اهو، الاثنين محصور معمولهم انترسكشن فين؟ في بوينت دي. طب عند الانترسكشن في انجل رايت اهي، يبقى المفروض الاثنين دول بيربنديكولار. طب الاتش بي، ادي الاتش بي، بص عليه كله.
ايه علاقته بالاي سي؟ ادي ده كده وده كده. لو جيت حطيت المسطره تلاقي المسطره جنب منها جاي مع ده وجنب تاني جاي مع ده، يعني الاثنين ايه؟ يعني الاثنين بارلل. تعال نبص على الدي ايه، ادي الدي ايه اهو، والاف اي اللي هو اهو، مالهم؟ واضح ان هم بص بربنديكولار اهو، في انجل رايت اهي. طيب البي سي، البي سي اهي، والاف اي، الاف اي اهي، الاثنين عاملين زي ايه؟ زي المسطره، يبقى الاثنين بارل. طب نيجي اللي بعد كده، نفس الكلام، نركز في الاكسرسايز ده جدا. ايه العلاقه ما بين الاي بي والبي سي؟ نفس البوينت اهي، عندي بوينت بي وبوينت بي، يعني في انترسكشن اهو، بس الانترسكشن ده جاي وفي عندي ايه؟ انجل رايت اهي، يبقى المفروض الاثنين دول بيربنديكولار. طب بص على الاي بي اهو، وبص على الواي زد اهي، واضح ان الاثنين بارلل. طب بص على الاكس واي، ادي الاكس واي اهو، وبص على البي سي، وادي البي سي اهو، مسطره اهو، ده ماشي جنب ده بالظبط، يبقى الاثنين بارلل. طيب بيقول لي الاي واي، ادي الاي واي، خد بالك عينيك ما تلمحش دي بس، كمل كده وكمل كده، انه بيقول لك ستريت لاين انترسكتس البي زد، فين البي زد؟ اهي، بس اكمل كده واكمل كده، ده بيتقاطع مع ده فين؟ لما تكمل ده قدام وده تكمل ده لقدام يتقطعوا في البوينت سي، يبقى ات ذا بوينت سي. طيب الواي سي، فين الواي سي؟ ادي الواي سي اهي، ما تبصش بقى كده، كمل طوالي كده. انترسكتس البي اكس، فين البي اكس؟ اهي، بس كمل طوالي كده، تلاقي ان ده وده بيتقطعوا فين؟ بيتقطعوا في البوينت اللي اسمها ايه؟ تمام. نيجي الاكسرسايز اللي بعد كده، عايزين نختار الاي بي ستريت لاين، ادي الاي بي اهو، ده بيربنديكولار على مين؟ بص بعينك، بيربنديكولار على الاي دي كده. طب الاي اي، ادي الاي اي، بيربنديكولار على مين؟ اهو نازل اهو على البي دي. طب البي سي، ادي البي سي اهو، بارلل لمين؟ مفيش غير الاي دي، ده عامل قطر مع مين؟ عامل قضيب قطر مع مين؟ مع الاي دي. طب الدي سي، الدي سي عامل قضيب قطر مع مين؟ موازي لمين؟ مع الاي بي. طب الاكس واي بارلل لمين؟ ادي اكس واي، واضح ان هو مع مين؟ مع البي دي. طيب الاكس واي تاني بيربنديكولار على مين؟ ادي الاكس واي، واضح ان هو بيربنديكولار على مين؟ على الاي اي، على ده. نيجي الاكسرسايز 18، بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر كومبليت، الاي اف، ادي الاي اف بارلل لمين؟ ده موازي لمين؟ عامل قطر مع مين؟ مع السي اي، مع ده. طيب الاي دي، فين الاي دي؟ اهو، ده بيربنديكولار على مين؟ بص بيربنديكولار على ده كده اهو، ومين كمان؟ مع ده كمان، يعني مع ده كده ومع ده كده. طب ده نسميه ايه؟ نسميه الاي بي، وده نسميه ايه؟ نسميه السي دي، يبقى الاي بي والسي دي. طب الاي بي بارلل لمين؟ واضح ان هو عامل قطر مع ده، مع سي دي. طب السي اي، ادي السي اي اللي هو ده كله بيربنديكولار على مين؟ واضح ان هو ده اهو، يبقى ده كده مع ده كده، يبقى الاثنين دول، يبقى السي اي مع الاي سي. نيجي اللي بعد كده، بيقول لي الاي اي اللي هو ده انترسكتس السي اي ات ذا بوينت اي، اهو ده كده وده كده، الاثنين متقاطعين في البوينت اللي اسمها اي، يبقى ات ذا بوينت اي. طيب الاي اف، ادي الاي اف انترسكتس اي دي مع الاي دي في البوينت اللي اسمها ايه؟ اديك شايف هنا بوينت اسمها ايه وهنا بوينت اسمها ايه، في ده في البوينت دي،
يبقى البوينت اللي اسمها ايه. طيب نيجي للاكسرسايز اللي بعد كده سينك اند انسر، ان الاكسرسايز برضك مهمه جدا. بيقول لي بوت كوركت فور ذا كوركت ستيتمنت اند فولس فور ذا انكوركت وان. اول واحده فروم ا بوينت اوتسايد ا ستريت لاين، يعني لو عندي نقطه بره الستريت لاين. وي كان درو ميني ستريت لاينز بارلل تو ذيس لاين، ينفع من النقطه ارسم لاينز كتيره جدا بارلل الستريت بتاعي؟ لا طبعا ما ينفعش، هو لاين واحد بس اللي اعرف ارسمه. طيب نيجي هنا فروم ا بوينت اوتسايد ا ستريت لاين وي كان درو وان اند اونلي وان ستريت لاين بيربنديكولار تو ذيس لاين، يعني لو عندي لاين هنا كده اهو وعندي نقطه هنا كده، هقدر ارسم لاين واحد بس بيربنديكولار على ده؟ اه تمام، هو لاين واحد بس. باللي بعديه اني تو بارلل لاينز may intersect، ينفع البارلل لاين يحصل لهم انترسكشن اف زي ار اكستندد، يعني لو انا مديتهم، يعني هما ادي لاين كده اهو وادي لاين اهو والاثنين بارلل، لو انا مديتهم كده وكده ممكن يحصل لهم انترسكشن؟ مستحيل طبعا، البارلل عمرهم ما بيحصل لهم انترسكشن. طيب any two intersecting lines are perpendicular، اي اثنين لاينز بيحصل لهم انترسكشن لازم يكونوا perpendicular؟ لا مش شرط، ممكن ما يكونوش بيربنديكولار، ممكن يبقوا كده، ممكن يبقوا كده. هو بيقول لك لازم يبقوا كده؟ لا مش لازم يبقوا كده. طيب only one straight line perpendicular to a line that can be drawn from a point on this line، يعني انا عندي لاين اهو only one straight line can be drawn from a point on this line، يعني لو عندي لاين هنا كده يبقى هرسم لاين واحد بس بيربنديكولار على اللاين ده من عند النقطة دي. الكلام ده صح؟ طيب هنا the two perpendicular lines form five right angles، ينفع five ولا four؟ لا four طبعا، يبقى الستيتمنت دي ايه؟ is wrong. وبكده يبقى احنا خلصنا exercise 7 من الدروس المهمة جدا، لازم كل الاكسرسايز تفهمها كويس وتحاول تحلها لوحدك. طيب الهوم ورك بتاعنا ما تنسوش ورك شيت ايه؟ ورك شيت 7. لو انت فهمت الدرس كويس هتلاقي نفسك بتحل الورك شيت ايه؟ مفيش فيه مشاكل خالص وهتلاقيه سهل معاك. وبالتوفيق ان شاء الله.